السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري المصري وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم الأربعاء 29/6/2022 في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز. اليوم متابعين الكرام، بيراميدز فاز على إنبي 1-0، أحرز الهدف اللاعب إيريك تراوري في الدقيقة 82، وسموحة فازت على النادي الأهلي 3-2، أحرز هدف سموحة. مروان حمدي سجل هدفين في الدقيقة 9 وفي الدقيقة 47، وعبد الكبير الوادي سجل هدف في الدقيقة 45. هدفي الأهلي عن طريق طاهر محمد طاهر في الدقيقة 59، ووليد سليمان عمل اسيست اسمه ايه لا اله الا الله عمل اسيست لحسام حسن، وخطأ الهاني سليمان سجل هدف الثاني لحسام حسن في الدقيقة 94، ومش وليد سليمان سجله، حسام حسن لمس الكورة. متابعين الكرام، نبدأ او عندنا مباراة مؤجلة يوم الثلاثاء 5/7 بإذن الله تعالى للنادي الأهلي في الجولة 9. الجولة 24 هتبدأ يوم الثلاثاء 12/7 بإذن الله تعالى. طيب دلوقتي خلينا نتعرف على المباريات السابقة. الجولة بدأت يوم الأحد 26/6/2022، مصر المقاصة خسرت من المصري البورسعيدي 0-2، الجونة خسرت من إسترن كومبانيا 2-3، فاركو خسرت من الاتحاد السكندري 0-1، فيوتشر خسرت من طلائع الجيش 0-1. امس الثلاثاء غزل المحلة تعادل امن اسماعيلي 0-0، المقاولون العرب تعادل امن البنك الاهلي 1-1، الزمالك فاز على سيراميكا كليوباترا 3-2. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري المصري وترتيب الهدافين. متابعين الكرام، متصدر الدوري المصري في المركز الاول نادي الزمالك ب 51 نقطة من 23 مباراة. بيراميدز المركز الثاني ب 49 نقطة من 23 مباراة. النادي الاهلي المركز الثالث ب 44 نقطة من 20 مباراة. فيوتشر المركز الرابع ب 39 نقطة من 23 مباراة. سموح على المركز الخامس ب 39 نقطة من 23 مباراة. طلائع الجيش المركز السادس ب 36 نقطة، البنك الاهلي المركز السابع ب 31 نقطة، فاركو المركز الثامن ب 30 نقطة، الاتحاد السكندري المركز التاسع ب 28 نقطة، غزل المحل المركز العاشر ب 26 نقطة، المصري البورسعيدي المركز 11 ب 26 نقطة، سيراميكا كليوباترا المركز 12 ب 26 نقطة، انبي المركز 13 ب 26 نقطة، الجون المركز 14 ب 21 نقطة، الاسماعيلي المركز 15 ب 20 نقطة، المقاولون العرب المركز 16 ب 20 نقطة، ايسترن كومباني المركز 17 ب 16 نقطة، مصر المقاصة المركز 18 والاخير ب 14 نقطة. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، متصدر هداف الدوري المصري الممتاز احمد سيد زيزو لاعب النادي الزمالك المركز الاول ب 12 هدف، والمركز الثاني مروان حمدي لاعب سموحة ب 12 هدف ايضا، او بمعنى اصح كل منهم عنده 12 هدف. المركز الثاني مبلول لاعب الاتحاد السكندري ب 10 اهداف، المركز الثالث عبد الكبير الواد لاعب سموحه ب 9 اهداف، وجون اوكي ابوكا لاعب امبي، والمركز الرابع احمد رفعت لاعب فيتشر ب 8 اهداف، وخالد قمر لاعب الجونه، والمركز الخامس اشرف بن شرقي لاعب الزمالك ب 7 اهداف، ومحمد شريف لاعب الاهلي، ومحمد هلال لاعب البنك الاهلي، ونصر المنسي لاعب البنك الاهلي، ومصطفى شلبي لاعب امبي. اشترك في القناه وفعل زر الجرس لعمل لايك الفيديو، وانا معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.